کشور کنار عراق ایستاد و جنگید و شهید داد؟ أي بلد وقف إلى جانب العراق وحارب واستشهد؟ بجز جمهوری اسلامی. ما عدا الجمهورية الإسلامية الإيرانية. شهدای ما اسامیشون اینجا در بنیاد شهید شما ثبت است. شهداءنا الآن مسجلين أسماءهم في مؤسسة الشهداء لديكم. على العراق أن يدفع تريليون ومئة مليار دولار إلى الجمهورية الإسلامية تعويضات عن الحرب.